السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله الجميع بخير. طبعا ما مشترك بالقناة خليه يشترك، فعل الجرس حتى يوصل لك كل شيء جديد. طبعا اليوم اول يوم فتحت بيه الفرخات، بيهن مشاكل بيهن كاملات، طبعا عالجوع. هاي اول فتحة الين اليوم، ان شاء الله يعني هاليومين ثلاثة بنص السطح وراهن بتنصعدهن. الاخوان يسألون طريقة تخريج الفرخات وهاي الامور. شوفوا هذا بعد ما حاط فيها نشر، هاي نزل فوق، بس شوية شوية يتعلم ينزل جوا. مهم شي شباب الجوع. طريقة التدشير اللي يعني اشتغل بيها واستعملها، الفرخ يظل بالقفص اسبوع 10 ايام، طبعا وجبة واحدة باليوم انطي، دائما اخليه جوعان، دائما الطير يبقى جوعان. شوف شلع شوي هذا الفرخ، رجع، هذا اول مرة يطلع. شوف طبر القفص مالته قوي يا شباب، اسبوع بالقفص يتعلم عليه الطير، 10 ايام بالقفص. كل ما تاخر كل ما احسن، لان انا اشتغل ضمن مستورد الفرخات، يعني مو فرخات عراقيه، بيهن عراقي بس الاغلبيه مستورد. 10 ايام بالقفص بدون اشكال، قبل لا اجي اطلعهن اشكلهن بيومين بثلاثه، ابدا اشكلهن، اللي شوي بيع عموره شكله، اللي صغير بعده يعني ما يتحمل اشكال عوفه دمبوس وعوفن. وهم شي الجوع، شوف هسه ان كل الميتات جوع، هذا يجي ياكل. هسه طلعتهن هسه ساعة بالوحدة تقريبا، يلعبن ساعة ساعتين وطبوا منهم عالجوع، عشيهن عشا بسيط. ثاني يوم اقدر افتحهن الصبح او اعشيهن عشا زين، وثاني يوم افتحهن الظهرية العصرية، هم قبل لا اوكل افتحهن. اسبوع ينام من هنا على بنص السطح، وراها صعدن على المسرح على هذا. طبعا هذا المكان مال الزواج اللي انا صعدت بيه فرخات، فان شاء الله الدشر مالتن هذا راح يكون. يصعدن بالبداية على الدرج هنا، صعدن اللي غاد هذا القفص اللاخ، وين من دشرن خلي دشرن نشتغل وياهن بهاي الطريقة. اللي يبقى يبقى، واللي يضيع بعد هاي شو نسوي له، اللي علينا سويناه. وعندي هاي طائرات ذني هم تقريبا، وينها؟ عندنا طائرات 8 يمكن. وهاي باقي الفرخات ان شاء الله بدنا يطلع عنها هسه شوية شوية. بيهن تيدي، بيهن جولدن، بيهن كراسات 14، بيهن كراس دابولة، كراس تيدي، كراس بانكا، بيها هواي انواع، كراس بنتيز، وبيهن شذار عراقيات شمتك. ان شاء الله راح اتواصل وياكم يعني بالتخريج مالتهن فتره بفتره، حتى هم يتابعون ويانا. هذا نفس اللي طار قبل شويه، شباب هذا التليفون جديد طبعا، ما اعرف اذا تصويره زين او مو زين، ما ادري بعد. والمفروض كاميرته زينه قالوا، بس هسه من ننشر لكم المقطع علقوا لنا اذا الكاميرا زينه او مو زينه، يعني اذا الفيديو ده يطلع يمكم واضح او لا. واللي يطلع المقطع يما مغوش، ترى من الدقه شباب يقدر يسويها، من الدقه مال الفيديو يقوي الدقه يطلع يما واضح، بس كون نت زين يعني. ودائما شباب من تنطون الاكل للطيور علموهن على صافورة، علموهن على حركة مال الاكل، يعني بكيفكم انتو. يا اما الخرخشة مال الطاسة هاي تعلم عليهن، او في الصافورة بسيطة كيفك. انا سعى الخرخشة هنا يفهمني الموضوع.
شاء الله نتوفق بهاي الوجبة. عاشر جمعة، أنا كل جمعة أقول لكم راح أروح للغزيل والله ما أروح، يعني تعبان من الشغل وما يصير لي واحد الصبح، بلكي باكر تجوزين يصير النواس وأطلع الصبح. شوف الفرخ مني يظل يدور أكل يأمن بالسطح، يظل يفتار يصعد ينزل مرة مرتين. إن شاء الله أمورهم طيبة. هذا كامل هذا الفار. طبعا هذا الوجبة واحدة باليوم شباب، صح يظل الطير جوعان بس يعني امراض تقل واي امور تقل، يعني فد نقطة ايجابية من تنطي وجبة واحدة باليوم يظل الطير يدور اكل، من يظل الاكل جوا يشبع امراض، خصوصا هسه الجو رطب وبامطار يعني الاكل يلوح عفونه بسرعة، فأي عفن أي هاي قبل يضربه مع طير ينضربه مع التهابات هالسوالف، وتعال تقعد تعالج وما أدري شنو. فشي لك بهاي السالفة، ما على في الذبي طاسة مال أكل كون تباوع على المعلف فرغ، من فرغ المعلف هاي تمام، يعني الطيور أكلت وأنت يعني تحسب عدد شد عندك حمام شقد تنطيهن أكل. القعدة من الحمام مونسة، تغيير جو شوية واحد يخلص من الضغوط. ما كنا مفتحن اليوم، قلت بعد في 3 أيام 4 افتحن، بس اليوم فراغت شوية طلعت كملت شغل ورجعت، فاكو وقت فراغ خل افتحن. ذني بعدين طائرات وين هن ذني داخلنا رايح ماي. إذا تذكروه هذا الأبتر اللي بنصني، هذا الروماني اللي لقيته بالسطح الأبتر، بقيته والله وقف وياهم. بس قليلات، 11 واحد بس. سألوني شباب على مقاطع مال الفرخات وشنو، شباب ترى تابعوا بالقناة ناشر هواي مقاطع، انا ونزلوا بالقناة اللي جوا مقاطع قديمة، يعني اكو مقاطع ناشرها بال 2015 2016، يعني هاي القناة قديمة اني كنت مامي يعني مالي واهس بيها، بس هي بيها مقاطع من 2015 2014 15 وفوق. فرجعوا هم تلقون حمام شد قبل رب العنابر مع عنابر كله تلقوه بالقناة. لا تنسونا شباب اللايك والاشتراك تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. تحياتي لكم شباب.